السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل بقية كلامنا عن الكولوم. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ازاي ان احنا نقدر نعمل slanted column عمود مايل، ازاي ان احنا نقدر ننزل الكولوم at the intersection بتاعت الجريد، ازاي ان احنا نقدر ننزل الكولوم الانشائي عن طريق كولوم معماري، ازاي ان احنا نقدر نعمل تاج للكولوم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي ان احنا نقدر نعمل foundation وازاي ان احنا نقدر نعمل بيم. انا عارف ان هي ممكن ما تكونش مهمة لناس كتير، لكن انا هقولها لك بس من باب العلم بالشيء، بتحس ان انت لو حابب ان انت تعمل 3D structure تقدر ان انت توفر فيه كل الحاجات المطلوبة. اول حاجة انا هبتدي اعملها دلوقتي في الوقت الحالي، هبتدي افتح الاليفيجن عندي بالشكل ده، وهاجي من هنا هقول له ان انا عايز اعمل ليفل جديد مثلا، يعني سي مثلا هقول له create similar back line مثلا بأوفست 1 متر. عفوا ادي 1 متر عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، مفيش فيه اي مشكله. الكلام ده كل اللي احنا هنعمله دلوقتي، انا هاجي اعمل سيلكت عليه، هعمل هنا حاجه اسمها اد البو زي ما احنا عارفين، وهاجي ممكن اسمي ده فاونديشن مثلا عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، ولتكن هو ده الليفل بتاع القواعد بتاعتي. طيب ده كلام جميل. انا ممكن دلوقتي اروح جاي اعمل سيلكت على كل الكولوم اللي موجوده عندي في الشكل ده، ممكن اروح جاي اعمل سيلكت كده على كل الكولوم دي. طبعا هشيل الجريد من السكشن من السيلكت بتاعي، وهشيل الليفلز، وهخلي السيلكت بس على الستراكشر بلان، وهخلي البيز ليفل بتاعي هنا وليكن ليفل ايه الفاونديشن، بحيث ان الكولوم كلها تنزل معايا عند ليفل ايه الفاونديشن بالشكل اللي انت شايفه ده، مفيش فيه مشكله الكلام ده. طيب ايه تاني هتعمل ايه؟ اول حاجه هعملها دلوقتي انا حابب ان انا انزل ايه الفاونديشن، هل انا هنزلها في الليفل بتاع الفاونديشن مثلا؟ طيب انا كل اللي انا هعمله دلوقتي هروح جاي رايح هنا على الريبو بتاعت الستراكشر، هقول له من هنا isolated foundation structure foundation isolated. اول ما اقول له هيقول لي ان هو no structure foundation family is loaded in the project، وبيسالني would you like to load one now. انا طبيعي ان انا هقول له ان انا احب ان انا لود واحده دلوقتي، انا ما عنديش مشكله ان انا لود. طيب هروح هنا هلاقي في عندي فايل اسمه structure foundation، هفتح الاستراكشر فاونديشن عندي واختار من هنا حاجه اسمها ام فوتنج ريكتانجولر، وهقول له من هنا اوبن. طبعا الاشكال التانية دي نقدر ان احنا نستخدمها، بس طبيعي احنا يعني على حسب شغلنا ما بنحتاجش الحاجات دي قوي، يعني ممكن لو انت بتعمل لوحه انشائيه مثلا تبتدي ان انت تنزل الاشكال التانية لو اوريدي في شكل عندك غريب مثلا. فانا هقول له من هنا ام فوتنج ريكتانجولر، وهاجي انزل الفاونديشن عندي. طبعا انا مش شايف الفاونديشن هتنزل فين هنا، انا ممكن انزلها عادي عندي بالشكل ده، بس انا مش عايز انزلها كده. طيب احنا عايزين ننزلها ازاي؟ انا ممكن افتح 3D فيو عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، واجي اعمل سيلكتد على الايزوليتد فاونديشن، واروح جاي قايله من هنا وانا واقف في 3D نزلها لي في ليفل الفاونديشن، ومجرد ان انا هاجي كده هلاقي ان هو نزلها عادي. طبعا اقدر ان انا اغير المقاس بتاعها من هنا عادي، ممكن حتى اقدر اعمل ايديت تايب واعمل نوع جديد خالص، يعني ممكن مثلا سي ممكن اعمل واحده 2.60 متر في مثلا 2.20 متر في مثلا 60 سنتي عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، وهقول له اوكي. هاجي هنا هخلي ده 2.20 متر عادي، هخلي ده 2.60 متر برضو مفيش فيها مشكله، وهخلي ده كام 60 سنتي، هقول له من هنا اوكي عندي بالمنظر اللي انت شايفه ده. طبيعي ان انا هقدر ان انا انزلها دلوقتي او حتى ان انا افتح ليفل الفاونديشن واجي اروح جاي اقله من هنا isolated مثلا، واجي ابتدي ان انا انزلها معايا بالشكل اللي انت شايفه ده. هي اوريدي نزلت ما تقلقش، انا لو جيت هلاقي ان هي نزلت، بس هي انت لازم تكون فاهم ان هي بتاخد دبس لتحت، بتاخد دبس لتحت، الليفل بالنسبه لها بيكون توب، الليفل بالنسبه لها بيكون ايه توب، خط الليفل نفسه بيكون توب بالنسبه لها. طيب هل احنا هنقدر ان احنا ننزلها بالشكل ده؟ اه طبعا نقدر ان احنا ننزلها بالشكل ده. طب هننزلها ازاي؟ انا بس همسح الكولوم دي بحيث ان هي ما تضايقنيش بس وانا شغال اهو، وهاجي هنا هقول له isolated عادي، هقول له من هنا foundation، في هنا عندي حاجه اسمها add column، في حاجه اسمها ايه add column. لو انا قلت له اد كولوم ورحت جاي عامل سيلكتد على الكولوم دي هلاقي ان الفاونديشن نزلت معايا، وخد بالك انا حتى لما اجي اقول له اد كولوم وانزلها معايا بالشكل ده هتلاقي ان هي نازله وفقا
قوانين بتاعتها، الاتجاه الطويل للعمود مع الاتجاه الطويل للاعلى. تقدر ان انت تيجي تفتح ليفل فاونديشن، تقدر ان انت تيجي من هنا تقول له مثلا isolated وتقول له اد جريد برضو، وتعمل سيلكتد على الجريد وتقول له من هنا فينش، هتلاقي ان هو كريتها عادي ما فيش فيها اي مشكله خالص عندك بالمنظر اللي انت شايفه ده. طبعا هنا عشان انا كنت عامل اد كولوم، فممكن يكون نزلتهم اتنين على بعض يعني عندك بالشكل ده. يبقى انا كده قدرت ان انا انزل ايه الفاونديشن. طبيعي انا ممكن اعمل سيلكت عليها دلوقتي، اقول له سيلكت اول انستانس فيزبل ان فيو، ديليت ليها كلها، هقول له من هنا isolated، اختار النوع اللي انا عايزه، هقول له من هنا اد كولوم، والافضل ان انت تنزلها اد كولوم مش اد جريد عشان تنزل على حسب اتجاه الكولوم بتاعها. طبيعي طبعا احنا مش هنتجه ان احنا نعمل لا بي سي ولا ار سي ولا اي حاجه، انا بس عايزك تشوف المنظر اللي انت شايفه قدامك ده. ده بالنسبه للفاونديشن. طيب لو انت حابب ان انت تعمل بيم مثلا هتعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله برده هنفتح ليفل 1 او نفتح ليفل الفاونديشن عادي مفيش فيها مشكله. هقول له من هنا عندي من الاستراكشر بيم، هقول له ايه بيم. اول ما اقول له بيم هلاقي في عندي هنا الاي بيم بتاعتي اللي هي الستيل. طيب انت مش عايزها، تعالى هنا اقول له لود فاميلي، وتعالى هتلاقي في فولدر عندك اسمه استراكشرال فريمينج. استراكشرال ايه فريمينج، هفتح الاستراكشرال فريمينج وهقول له من هنا كونكريت عندي بالشكل ده، وهختار من هنا الام كونكريت ريكتانجولار بيم وهقول له هاتها لي بالشكل ده. هلاقي في مقاس عندي اللي هو 40x80 وفي مقاس 30x60. لو حابب ان انت تعمل نوع جديد قول له ايديت تايب يا سيدي على طول مفيش فيها مشكله ما تترددش. ممكن تقول له من هنا اون جريد وتعمل سيلكت على الجريد ده وتقول له فينش، هتلاقي ان هي نزلت معاك عادي. لو فتحت 3D فيو هتلاقي ان هي عندك بالشكل اللي انت شايفه ده. ده لو انت حابب تنزلها ات ايه جريد. خد بالك ان انا اديتها نفس سيكنس الفاونديشن، هي كانت واخده نفس سيكنس الفاونديشن، عشان كده لو بصيت عليها في الاليفيجن نفسه هتلاقي ان هي مظبوطه معاها عادي. طبيعي طبعا في عندك هنا ستارت ليفل اوفست، تقدر تدي اوفست ليها، يعني زي مثلا اديت لها 1 متر من الجنب ده، زي مثلا ان انا جيت هنا اديت لها 1 متر من الجنب ده عادي مفيش فيها ايه مشكله. ممكن نرجع كنترول زد، نفس الكلام الستارت ليفل اوفست موجوده عندي في الانستنس بروبرتيز بتاعتي، والاند ليفل اوفست موجوده عندي برده. ممكن تيجي تفتح الفاونديشن تاني، خد بالك ان هي بتاخد دبس لتحت برضو، الليفل بالنسبه لها بيبقى توب. ممكن اقول له من هنا بيم، ممكن اجي اعمل سيلكت كده عندي بالشكل ده، ممكن اجي اعمل سيلكت كده، ممكن اجي تاني حابب ان انا اعمل دي مثلا عندي بالشكل ده برضو. طبعا الرساله بتطلع دي عشان هو بيقول لي ان هو مش فيزبل في الفيو ده، يعني مش قادر ان انا اشوفها في الفيو ده، لكن انا لو بصيت عليها ك3D هلاقي ان هي اتعملت معايا اهي عادي كل اللي انا كريته عملته. حتى نقدر ان احنا نيجي من هنا من السنتر بتاع الكولوم للسنتر بتاع الكولوم نرسمها. طبعا هي نزلت في ليفل 1، نقدر ان احنا قبل ما نرسمها نظبط الليفل ده. يعني اقول له من هنا بيم، هقول له من هنا خلي لي مثلا الليفل بتاعي فاونديشن، واقدر ان انا ارسم من 3 دي فيو عادي بحيث وانا شغال كل حاجه تبقى مظبوطه. ممكن افتح الايديت تايب تاني واعمل نوع جديد، مثلا اخلي ده 20 في 60 مثلا، واروح جاي مخلي ده 20 عندي بالشكل ده اهو، وابتدي ان انا ارسم عندي بالشكل ده جوه. طبيعي ان السيكنس بتاعها هيبقى مختلف عن اللي بره، حوائط داخليه حوائط خارجيه، هي بتبقى ريفرنس لير بالشكل ده. لو انا ابتديت ان انا ابص هلاقي ان هي بقت عندي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. خد بالك برضو ان هي بالنسبه للليفل ايه بوتوم، الليفل بالنسبه لها توب. انا ممكن اعمل سيلكت على الفاونديشن، اجي في 3 دي فيو مثلا عشان تبقى انت شايف، اجي هنا اقول له مثلا يا سيدي اعمل لي سيلكت على دي، رايت كليك سيلكت اول انستنس فيزبل ان فيو عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، واقول له من هنا كوبي تو كليب بورد الاين تو سيلكتد ليفل، خلي لي ده يا سيدي في ليفل 2، هتلاقي ان هي بقت عندك بالشكل اللي انت شايفه ده. لو فتحت الليفلز وابتديت ان انت تبص هتلاقيها واخده برضو ايه بوتوم بالنسبه للايه للليفل بتاعك، والليفل بتاعك بالنسبه لها ايه توب. على فكره كل ده تقدر ان انت تتحكم فيه عن طريق الجيومتريك بوزيشن بتاعك اللي موجود عندك هنا. طيب ايه تاني؟ لو انا جيت فتحت ليفل 2 مثلا عندي بالشكل ده، طبيعي انا مش شايف حاجه، لو عايز اشوف شكلها ممكن اجي من هنا اقول له خلي لي الاندرلاي بتاعي ليفل 1 عندي بالشكل ده، ادي البيم عندي اهي موجوده بالشكل اللي انت عايزه. ممكن تيجي هنا على فكره، يعني ممكن نيجي كده اقول له من هنا مثلا structural beam،
واجي اروح جاي قايل له مثلا خلي لي ده، هات لي الستارت انجريديوس ارك عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، ممكن ترسم بيه كيرف كده او حاجه، هات 3 دي فيو ابتدي بص عليها. هي اترسمت معايا هنا في ليفل 2، طبيعي انا ممكن اغير الليفلز بتاعها، ممكن انزلها لتحت مثلا، يعني هي وقت 9 متر اوفست، شايف هي نزلت معايا فين في الفاونديشن. لكن انا لو جيت انا عارف ان ارتفاع الدور ده 4 متر مثلا وارتفاع الدور ده 4 متر، اقدر ان انا انزلها معايا عادي بالشكل اللي انت شايفه ده. ده على افتراض يعني ان انت نزلتها معاك بالشكل ده. طيب ايه تاني اقدر ان انا اعمله؟ لو انا جيت فتحت ليفل 2 عندي وابتديت ان انا ابص عايز ارسم الاجزاء اللي موجوده عندي في النص دي، هقول له من هنا بيم عادي مفيش فيها مشكله، هو بيقول لي ان هنا ده ليفل 2، انا ممكن اجي ارسمها مثلا في ليفل 1 اوريدي، هتاخد برضو دبس لتحت، انا مش عايزها كده، انا ممكن اجي في ليفل 2 عادي وابتدي ان انا ارسم معايا بالشكل اللي انت شايفه ده اهو، واجي هنا ابتدي ان انا ارسمها بالشكل اللي انت شايفه ده. لو فتحت 3 دي فيو هلاقي ان المنظر بقى قدامي بالشكل ده. لو جيت تاني على ليفل 2 وقلت له من هنا مثلا بيم، وجيت مثلا قلت له من هنا ستارت اند ريديوس ارك برضو تاني هنا في الجزئيه دي اهو، هتلاقي ان هي ظهرت معاك. اكيد انا في الاول كنت مختار الفيو غلط عشان كده عمل لي المشكله دي. ده في حاله ان انت حابب ان انت تعمل بيم بالشكل اللي انت شايفه ده. هتلاقي ان هي عندك بالمنظر ده، ممكن نمسح البيم دي خالص. يعني ادي شكل الاستراكشر بتاعك. ممكن نيجي هنا نعمل سيلكت على دول كلهم واخلي من هنا الليفل بتاعي ليفل 2 عادي، بحيث ان هم كلهم ينتهوا عند ليفل 2. هتلاقي ان الشكل بقى عندك بالشكل بالمنظر ده. ممكن نيجي نعمل هنا سيلكتد على الكولوم بالبيم واقول له من هنا فلتر عشان ما اخدش اي حاجه كوبي معايا، هقول له من هنا استراكشر كولوم استراكشر فريمينج عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، واروح جاي له من هنا كوبي تو كليب بورد الاين تو سيلكتد ليفل، هات لي في ليفل 3 4 5 مثلا، هقول له من هنا اوكي، هتلاقي ان هي بقت عندك بالشكل اللي انت شايفه ده. ممكن نفتح 3 دي فيو، ادي المنظر قدامي. ممكن نيجي على فكره من ليفل 2 نروح جايين كده واخدين من هنا شوت بالكاميرا بحيث ان احنا نقدر نشوف ال 3 دي ستراكشر بتاعي عندي بالمنظر اللي انت شايفه ده. وبكده اكون قدرت ان انا اعمل 3 دي ستراكشر للمبنى بتاعي. طبعا عرفنا ازاي ان احنا نقدر ننزل بيم، عرفنا ازاي ان احنا نقدر ننزل فاونديشن معايا بالشكل ده، عرفنا ان احنا نقدر نيجي من هنا نبقى فاهمين ان هي بالنسبه للليفل ايه هتكون ايه بوتوم بالنسبه للايه للليفل. طبعا اقدر ان انا اتحكم في الجريد دي واطلعها معايا بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، لو جبت 3 دي فيو بتاعي ادي 3 دي فيو 1، هلاقي ان الشوت اللي انا عملته اتاخد معايا بالشكل ده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واستنونا في فيديوهات تانية كتير.